في سجلات نصر أكتوبر المجيد تسطع أسماء ورموز، ومن بينها اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر. اللواء عبد المنعم واصل كان واحدا من كبار خبراء وضباط المدرعات في القوات المسلحة المصرية. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هذه الأسماء اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر. ولد اللواء عبد المنعم واصل عام 1927، التحق بالكلية الحربية عام 1940، وتخرج فيها عام 1942، وفور تخرجه التحق بسلاح المدرعات، وحصل على العديد من الدورات في كل من الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وأمريكا، وكان واحداً من كبار خبراء وضباط المدرعات في القوات المسلحة المصرية، ويعد من الضباط المصريين القلائل الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين. تدرج في العمل بالقوات المسلحة وشارك في حرب الخامس من يونيو عام 1967 كقائد للواء الرابع عشر مدرع، وأدار معركة من أقوى المعارك وكبد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة. وتمر السنوات ويتولى اللواء عبد المنعم واصل منصب قائد الجيش الثالث الميداني في مرحلة مفصلية من عمر الوطن. واصل اللواء عبد المنعم واصل دوره في إعادة بناء القوات المسلحة لخوض معركة النصر، حيث كان القائد الذي تقدم صفوف جنوده في يوم العبور العظيم يوم حرب أكتوبر عام 1973 حتى تحقق النصر المبين. وبعد انتهاء المعارك تم تعيين البطل عبد المنعم واصل مساعدا لوزير الحربية في ديسمبر عام 1973. حصل على مجموعة من الأوسمة والأنواط، منها وسام نجمة الشرف العسكرية ووسام الشجاعة، فقد كان رمزا مشرفا للعسكرية المصرية يضرب به المثل والقدوة في القيادة والشجاعة والعلم. فكان واحدا من فرسان النصر في حرب أكتوبر، وكان القائد الذي تقدم صفوف جنوده في يوم العبور العظيم عندما سطر مع أبنائه من القوات المسلحة تاريخا لا يمحوه الزمن. لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ. ربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة
ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد الخوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. إننا حربنا من أجل السلام، حربنا من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل. كنت واثقا أنني سألتقي بكم وتحت أعلام النصر، ففي آخر لقاء لي معك ذكرتكم بأن شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة.